خوتي، صباح الخير عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. خوتي، هذا اول فلوق من بعد العيد. هنا ما بغيناش نخليكم الاخوان بلاش. صراحة توحشناكم، توحشنا لي كومونتير ديالكم. وتحياتي لكم وتحياتي للجميع، تحياتي للمتتبعين الاوفياء، وعيد مبارك سعيد الاخوان. الناس اللي دخلوا اول مره ما نساوش يتفاعلوا معنا في القناه وخليونا شي كومونتير، اللهم يسر. هاد الفيديو الاخوان خفيف ظريف، يعني على حسب الاجواء من بعد العيد. الاسواق مازال ما تحلوش الاخوان. اليوم الخميس، يعني اول خميس من بعد العيد. الصراحه ما تسوقتش، ولكن السوق ما غادي يكون فيه والو. بغيت نشارك معكم هاد النعيجات هادو، وهاد الكليب تا هو سميتو دوغي دوغي. صراحة الإخوان مولف الغنم، تيستحف وسط منا ما تيتفارقش معاها. هاد النعيجات الإخوان كنا تنعلفوهم على حساب العيد، كما تتشوفوا راه ما تزيناهمش كاع، ما تزيناهم. كنا قلنا في العيد ان شاء الله نبيعهم. كاين شي وحدين هنا ولادهم، وكاين شي وحدين ماشي ولادهم، بحال دابا هاد الحرش هادي ماشي ولادهم، بحال هادا ولادهم، هاد الجوج هادو وهاد البويض هادو ولادهم. تحياتي لكم الاخوان، اللهم يسر. مازال ان شاء الله الاخوان يعجبكم ان شاء الله. بس يجبو لي حبلي مع راسات تتسوى. اللهم يسر. هادو الاخوان ان شاء الله الى سخر الله هاد الخريفين هادو تهلاو فيهم قابلوهم. الخروفات ان شاء الله يزيدوا شويه نعلفوهم ديهم الكساب. وهاد الكرة هادو الى سخر الله الى كتب غادي نجرو بيهم ان شاء الله. كاين تبارك الله خفه مزيان. بالنسبه لهاد الاخوان، هاد الخروف هذا كبير، هذا شاطلينا من العيد. هادو كانت عينيه مقيوسه، كانت عينيه بيضاء، ما بيناش. هادي خروفة زينة تبارك الله. الصراحة الإخوان هاد اليامات هادي الصراحة لقيت راحتي والله الصراحة، يعني مع العياد ديال العيد والأجواء ديال العيد داز قاصها، الشمس يلاه عاد تتشرق. دوغي شنو فيك الكراد ولا؟ صراحة الإخوان عندي ثلاثة ديال الكلاب، جوج دقيت لهم لي فوميك، هذا جيت ندق عليه ما خلانيش. ما مولفش حتى الربيط، هذا ما مولفش الربيط، ما مولفش يتربط كاع. الغنم مولف يمشي في وسط الغنم، عاد ما عندناش غنم، ديما راس ميه هنا كثيره، وكانت عندنا كثيره غادي يبدا يبات في وسط منا.
المهم الاخوان شاركت معكم هاد الشرفات هادو، تحياتي لكم. كاينين وليداتهم هنا وكاينين شي وحدين ماشي ولادهم، تنتهلاو فيهم وتنقلوهم شويه، والله ما يسير. ديو معنا الخوت ان شاء الله. صراحه الاخوان كما قلنا هذا الفيديو هذا غير ما بغيناش نطولوا عليكم، وبغينا نشارك معكم الروتين.